وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، حياكم الله معانا في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر هذه الإذاعة المميزة إذاعة نور دبي، وبالمشاركة مع مستشفى الزهراء. صحة وسعادة كما تعلمون هو برنامج تفتح من خلاله هيئة الصحة أبوابها ونوافذها وكل قنواتها على مؤسسات المجتمع وأفراده، ليكون هذا البرنامج عبارة عن ساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها، وأيضا نطرح في هذا البرنامج مختلف المواضيع التي الطبية والحيوية والتي تشغل بال الجميع. فأهلا وسهلا بكم مرة أخرى، هذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، ومن الإخراج الأستاذ عيسى سبيل، وفي التنسيق الأخت سارة يوسف، وأيضا هذه تحيات فريق الإعداد بقسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي. نتمنى أن تكون الحلقة اليوم خفيفة عليكم وفيها الكثير من المواضيع. حقيقة سوف نذهب لبعض الأخبار التي وردتنا من مختلف وكالات الأنباء المحلية والعالمية، لكن ببتدي ببعض الأخبار اللي تخص هيئة الصحة. يعني أول شيء بتكلم عن تطبيق طفلي، هذا التطبيق اللي يراقب مراحل تكوين الجنين وصحة الحوامل. طبعا يهدف تطبيق طفلي اللي أطلقته هيئة الصحة في دبي إلى رعاية الأمومة والطفولة وصحة ونشأة الأجيال القادمة. الميزة في هذا التطبيق أنه يراقب مراحل تكوين الجنين وتطوره في رحم الأم، فضلا عن تشخيص حالته الصحية وسلامته وصحة الحوامل بوجه عام. التطبيق متوفر باللغتين العربية والإنجليزية، ويقدم الخدمات المتخصصة والمعلومات إلى النساء الحوامل لتنمية الوعي وبناء معرفة المعرفة المجتمعية حول صحة الأم وسلامتها منذ بداية الحمل وحتى ما بعد الولادة بعامين، إلى جانب تشجيع أفضل الممارسات بين السيدات الحوامل وأسرهم لتوفير أسلوب حياة أكثر سعادة. وأيضا خلال التطبيق هذا يتم توفير جميع الخدمات والمعلومات الخاصة بالطفل حتى بلوغه سن العامين، وتستطيع الأم إعادة جدولة أو إلغاء المواعيد الطبية والحصول على محتوى تثقيفي توعوي متكامل حول سبل الرعاية من خلال الوسائل المتعددة، سواء كانت فيديو ومقالات ورسوم متحركة هادفة، كما تستطيع متابعة نمو الجنين وتطوره بشكل أسبوعي. أعتقد عندنا اتصالات قادمة ولا؟ أيضا في الوقت نفسه يمكن التطبيق السيدات الحوامل من البحث عن مواقع المستشفيات والعيادات القريبة التي يمكن مراجعتها خلال الحمل وعند الولادة، ويمكنها كذلك من الحصول على جميع الخدمات العاجلة والاستشارات عن بعد. عموما اللي حاب يتواصل معنا خلال البرنامج ممكن يتصل على الرقم 600551414 أو عن طريق الرسائل النصية على الرقم 4006. طيب، من بين الأخبار الثانية عندنا، يعني أنا هذا القطاع وايد أحب أتكلم عنه، اللي هو قطاع التمريض.
حيث هنالك جهود وخطط مستقبلية لدعم قطاع التمريض. فأكدت هيئة الصحة في دبي أهمية الدور المهني والإنساني الكبير الذي يقوم به طاقم التمريض في المستشفيات ومراكز وعيادات الهيئة الطبية المنتشرة في ربوع دبي، والتي تسهم بشكل مميز في رفع مستوى الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الرعاية الطبية المتكاملة. وتتبنى الهيئة تنفيذ خطط وبرامج لتطوير طاقم التمريض وتطوير مساره الوظيفي، بما يحفز على بذل المزيد من الجهد والعطاء من جهة، ومن جهة ثانية يفتح المجال أمام توطين هذه المهنة النبيلة التي تعمل الهيئة على استقطاب الكفاءات المواطنة للالتحاق بها ورفع كفاءة طاقم التمريض. وتحرص الهيئة على تبني المبادرات المبدعة التي تحقق رضا جمهور المتعاملين وثقتهم. هني أبغى أركز على مسألة استقطاب الكفاءات المواطنة للالتحاق بسلك التمريض. يا جماعة الخير، نحن نحتاج يعني أن المواطنين شوي ينظرون إلى هذه المهنة، يحاولون قدر الإمكان أنهم ينخرطون في هذه المهنة، ويحاولون أن يأسسون يأسسون يعني قاعدة جميلة لوجود كادر تمريضي قادر على العطاء في هذا المجال. أيضا هنالك الكثير من البرامج اللي استحدثتها الهيئة لتطوير حتى وفتح آفاق مستقبلية لمهنة التمريض. ممكن واحد يكمل ماستر ويكمل حتى شهادات عليا في هذا المجال. فأعتقد نحن ممكن نوطن هذه المهنة، لكن نحتاج رغبة من قبل المواطنين في الانخراط في هذا السلك. طيب، الآن في خبر وايد جميل، يعني هذا الصباح أطلقت الهيئة، حيث صحة دبي أطلقت باقة إعلامية جديدة لتعزيز صحة أفراد المجتمع. بدأت الهيئة يعني مساء أمس الأحد في بث أولى حلقات السلسلة من الحملات التوعوية التي تستهدف رفع مستوى الوعي الصحي وترسيخ مفاهيم وأنماط الحياة السليمة لدى المجتمع، وذلك من خلال مشاهد تلفزيونية قصيرة اللي معروفة بالفيلر. هذه المشاهد ثرية المحتوى والمضمون والحقائق العلمية. تبث الحملة بالتعاون المثمر مع شبكة قنوات دبي. حقيقة يعني الفترة الأخيرة نحن كان لنا تعاون جميل مع مؤسسة دبي للإعلام، سواء من خلال صحيفة البيان أو من خلال إذاعة نور دبي. الآن مع شبكة قنوات دبي وبالتحديد قناتي سما دبي ونور دبي، حيث سيتمكن المشاهدون من متابعة الحملة قبل موعد إذاعة الأخبار مباشرة، والاستفادة مما تؤكد عليه المشاهد من معارف وثقافة ومعلومات تعزز قدراتهم وإدراكهم في الحفاظ على صحتهم ولياقتهم البدنية. وأيضا من خلال هذا الفيلر يمكن تعرف على أو اتباع أساليب وقائية مهمة لضمان سلامة المجتمع. تأتي الحملة ضمن مجموعة القنوات والباقات الإعلامية التي استحدثتها الهيئة للتواصل مع المجتمع وتقديم نوعية جديدة من الخدمات الصحية الوقائية، وذلك في إطار جهود الهيئة نحو الوصول إلى مجتمع أكثر صحة وسعادة. طيب، حرصت الهيئة بدبي على أن تسند سلسلة حملاتها التوعوية لتقنيات الإنتاج الإعلامي المتقدمة، معتمدة في الوقت نفسه على مجموعة من الأدوات والطرق المثلى للتخاطب المباشر والسلس مع الجمهور وأفراد المجتمع بوجه عام لتحقيق الأهداف المرجوة. في مقدمتها تكوين رؤية واضحة لدى المجتمع عن الآثار الإيجابية الواسعة التي يمكن أن تعود عليهم وعلى صحتهم من اتباع أنماط وأساليب الحياة الصحية السليمة وربط سلوكياتهم
بالممارسات الحياتية والأنشطة اليومية المعززة لصحتهم. الآن يعني نحن نسمعكم الأوديو مال الفيلر هذا، وطبعا مثل ما قلت لكم ممكن تتابعون هذا هاي سلسلة الحلقات بعد الأخبار مباشرة. خلونا نسمع شو ممكن نحكي بعد على التدخين. السيجارة مصيبة صغيرة بالحجم وكبيرة بالنتائج. عدوا معي: أمراض القلب، الرئة، تصلب الشرايين، السكتات الدماغية، تضرر الجلد، شيخوخة المبكرة، وبعد في كتير أمراض. وللأسف في ناس بتتجاهل التحذيرات الموجودة على علب السجاير، وهالمصيبة القصيرة بتأثر العمر. كل سيجارة بتدخنوها بتأثر حياتكم 14 دقيقة أو 14 ثانية، يعني مع كل علبة بنحرق من عمركم 4 ساعات و45 دقيقة. وبحسبة بسيطة، متوسط عمر المدخن أقصر ب8-10 سنوات من غير المدخن. وما رح أحكيكم كطبيب أسنان شو بيعمل التدخين بأسنانكم، رح أحكيكم كزوج وكأب. إذا كنتوا بتدخنوا فاحتمال إصابة أزواجكم بسرطان الرئة هو 2-3 مرات أعلى من غير المدخنين. ما تكونوا خطر على أهلكم وأحبابكم ووقفوا التدخين. عساكم دوم بصحة وسعادة. وعساكم دوم بصحة وسعادة، ونتمنى لكم إن شاء الله موفور الصحة دائما. طبعا الفيديو شكله غير، يعني أنتوا تسمعون الأوديو، هذه المعلومات اللي انقالت، ونحاول نحن قدر الإمكان من خلال القادم من الأيام نعرض لكم كل حلقة بأوانها، لأن بأمانة معلومات ثرية تستحق أن الواحد يقف عندها. عموما اللي حاب يشوف الحلقة الأولى من هذا البرنامج ممكن من خلال حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي DHA_Dubai، وأيضا على اليوتيوب كذلك. فاصل مستمعينا وما نرجع لكم. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أو في هذا الجزء من حلقة صحة وسعادة، هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي مع إذاعة نور دبي، وضمن هذا التعاون المثمر مع مؤسسة دبي للإعلام حول الباقات الإعلامية التي استحدثتها الهيئة مؤخرا، واللي من ضمنها الملحق الخاص بالبيان الصحي واللي يصدر كل أحد مع صحيفة البيان. أيضا هنالك هذا البرنامج اللي نحن نطل به عليكم يوميا من 10 وحتى 11 من صباح كل يوم من الأحد حتى الخميس. وأيضا البارحة انطلقت يعني هذه الباقة الجميلة من المشاهد التلفزيونية القصيرة التي يعني تكون ثرية بالمحتوى والمضمون والحقائق العلمية ضمن ما يسمى بالفيلر، وأذعنا عليكم قبل الفاصل. أيضا مستمعين هنالك مداخلة بمناسبة يوم الأم. من معانا؟ عفوا، معك الدكتورة ندى الملة. مرحبا يا دكتورة. أهلين أخوي محمود، أخبارك؟ الله يسلمك دكتورة. خبرينا، أنت أول شيء طبيبة. نعم. زين، الآن أبغي أتحدث يعني كيف ممكن أنت تقدرين توفقين ما بين العمل، ونحن كنا نعرف العمل في القطاع الطبي بشكل عام وبالأخص الطبيبات عندهم يعني خصوصية معينة في العمل، بحيث أنهم ممكن تكون شوية صعبة المسألة أني أنا أوازن ما بين البيت والأسرة وما بين العمل. فهني أبغى أتكلم عن هذا الموضوع وكيف علاقة الأبناء بالأم الطبيبة. أولا أقول محمود، أو قبل ما أبتدي كلامي، بس حبيت أهني كل الأمهات بيوم الأم. حبيت أصبح على كل الأمهات الحنونات اللي برا هناك. صباح يذوب تعب كل أم ويفرح قلبها بنجاح أبنائها. آمين. أحب أقول لكل أم أنت عظيمة مهما كان أدائك، أنت عظيمة بكل أدائك، بكل عطائك لعيالك. أقول لكل أمهات استسموا واستمتعوا، اليوم هو يوم الأم. الأم ما لها يوم محدد، بس الأم لها يوم طول السنة، كل صحيح. يوم هو يوم الأم. صحيح. ولكن هذا اليوم مثل ما يقول لك زيادة في عطائنا حق الأم، زيادة في محبتنا حق أمهاتنا، يعني نراويهم محبتنا لهم بطريقة مميزة، طريقة جديدة. ف
فكل عام وانتم بخير جميع الأمهات. طبعا أخوي محمود كوني طبيبة وأم هذا تحدي كبير، وأتوقع هو تحدي لكل أم عاملة. ما في أم عاملة تقول لك والله أنا مهنتي سهلة وأنا أقدر أوفق بيتي وعيالي. كل مهنة لها متطلبات ولها تحديات. طبعا مهنة الطبيبة اللي شوية خلي أقول يميزها، ما بقول الجانب السيء منها، بقول يميزها إنه ما لها ساعات محددة. يعني أنا مفروض دوامي يخلص 2:30، ممكن أوصل بيتي 5 أو 6 حسب متطلبات المهنة أو متطلبات العمل في هذاك اليوم. التوفيق طبعا بين البيت والعمل مو بشيء سهل ومو بشيء بسيط، ويباله كثير من العمل والجهد. هو في الأول وفي الأخير أخوي محمود هو عبارة عن توفيق من رب العالمين. صحيح. إن أنا هدفي في دوامي وهدفي بيتي طبعا هو رضا رب العالمين علي في دوامي أو في بيتي. إن أنا قصدي من شغلي أو من اهتمامي بعيالي الأجر، وإن رب العالمين شايف شغلي وشايف اهتمامي بعيالي وشايف قيامي بدوري كأم. صحيح. طبعا أن أوفق بين بيتي ودوامي يبالي مساعدة بين طرفي، بين الزوج والزوجة. دور الزوج جدا مهم لما تكون الأم عاملة. لما المهم الشيء الرئيسي والمهم كل أم لازم تعرفه أن ممكن يكون دوامك متطلب، إحنا ما نقدر ننكر هالشيء، دوامات حاليا متطلبة للنساء وللرجال، بس الفكرة لما أنا أرجع البيت كيف أستغل السويعات، أنا ما بقول حتى ساعات، يعني ممكن اللي يفضل من اليوم عشان نقعد مع عيالنا 3 أو 4 ساعات بالكثير قبل ما يجي وقت نومهم، فكيف أنا أستغل هالوقت؟ إن مفروض إني أنا أوصل بيتي يكون اهتمام تام للعيال للبيت، أعوضهم عن ساعات النهار كاملة اللي أنا ما كنت فيه موجودة. أعوضهم كيف؟ بالاهتمام، بالكلام معاهم، أقعد معاهم أسألهم شو سويتوا في يومكم، شو المشاكل تعرضتوا لها، أتابع معاهم دراستهم، أعرفهم أصدقائهم، أعطيهم كل الحب والرعاية في السويعات اللي تامت لي من اليوم. بس إن أنا أرجع بيتي وأخلص دوامي وبعد أقعد مثلا على تليفون أو أقعد أكمل شغل وما أعطيهم هم ولو ساعة أو ساعتين من وقتي، هذا يعني أنا أظلمهم بهالطريقة، لأن الأطفال عندهم بس أم واحدة وهم يتوقعون مني أنا كل الحب والحنان والاهتمام والرعاية. فلازم لازم الأم تحاول كيف ما تقدر أول ما توصل بيتها تفصل الدوام تماما عن البيت، تعطي هالوقت بس لعيالها. لأن دائما أنا أقول يعني هي الفترة اللي بيقعدون مع عيالنا معانا فترة قصيرة، ترى الناس تقول سنوات، يعني أنا عندي مثلا سنين لما يوصل ولدي يستوي عمره 18 أو 19 ويروح الجامعة أو يتزوج، بس إحنا دائما نقول غمض فتح الأيام تطير، تلاقي ما تشوف غير عيالك كبروا وراحوا الجامعات أو تزوجوا، وتكتشف عقب أنت ما أعطيتهم وقت كافي، ما قعدت ما لحقت جلس معاهم. فلازم كل يوم أعطي لعيالي جزء من وقتي، لازم شيء أساسي، لأن هم حوالين مدة قصيرة، بعد هذا رح يشغلون دراستهم وبيوتهم. فمثل ما أريد أقول لك التوفيق مو سهل بس لازم نحاول. طيب دكتورة ندى الملة، دكتورة أنت شو تخصصت؟ طب عائلة. طب العائلة، ما شاء الله عليك. طيب دكتورة نحن نتمنى لك التوفيق، وأنا شاكر لك هذه المداخلة وهذه التهنئة، وإن شاء الله كل أيامكم تكون أيام سعيدة يا رب. إن شاء الله أخوي محمود، إن شاء الله. شكرا دكتورة ندى الملة، حياك الله. أخصائية طب عائلة، شكرا لك. أيضا مستمعينا، بما أن نحن يعني نتحدث عن يوم الأم، واللي أنا مثل ما قالت الدكتورة أشوف أن كل يوم هو يوم أم، خبركم سالفة. واحدة من الزميلات قالت يعني كانت حاضرة لحفل خاص في المدرسة، شو اسمه، حق بنتها، فهي حاضرة كولية أمر في هذا الحفل. تم يعني الاحتفاء بالأمهات، كانوا داعين أمهات الطالبات. تقول رحت أنا جلست وهذا، فيتني بنتي أعطتني كتاب، قالت لي أمي هذا الكتاب هدية لك. قلت له والله شكرا يعني وايد استانس. قالت لي لا افتحيها. قلت إن شاء الله. قالت لا افتحيها الحين. فتحت الكتاب وهي سايرة شافت فيها 1000 درهم. انزل. قالت سبحان الله أنا وايد استانس، ومو موضوع المبلغ بس استانست إن بنتي تعرفني إني أنا أحب الفلوس.
فالفكرة وين؟ الفكرة أن حد من الناس يشوف أن الاحتفاء بهذا اليوم يمكن أنه ما يكون جيد أو كذا. لا، نحن مثل ما قلنا، هو ما مش أن نخصص يوم معين لبر الوالدين بشكل عام والأم بالتحديد، ولكن يعني جميل أن على الأقل يعني مناسبة ممكن نحن نتبادل الهدايا فيها مع أمهاتنا، لكن هذا ما يعني أن السنة كلها ما تكون احتفاء بهذه القامة العالية، هذه الإنسانة التي تسعى حقيقة بالغالي والنفيس لإخراج يعني أبنائها وفلذات أكبادها بأفضل صورة. شكرا عزيز. فعموما هي تحية تقدير وإجلال لكل أم تسعى بقدر الإمكان أنها تقدم التربية الصالحة والسليمة لأبنائها. والتحية الأكبر حقيقة لكل طبيبة ولكل ممرضة تعمل في هذا المجال، المجال الصحي، لأن حق يعني بأمانة العمل اللي يقومون به المنخرطين في هذا السلك يعني عمل كبير وجبار. ممكن في أي لحظة يتصلون في هذه الأم يقولوا لها تعالي عندك حالة طارئة، بتضطر أن هي تطلع وتتحرك وتمر المستشفى. ليش؟ لأن هي ملتزمة بإنقاذ هذه الروح، إنقاذ حياة إنسان قد تكون أم أخرى أو ابن يحتاج لتدخل هذه الطبيبة، ويحتاج إلى علم هذه الطبيبة، ويحتاج إلى أداء هذه الطبيبة. فللأمانة يعني معظم الطبيبات ما يدخرون أي جهد في أنهم يعطون هذا المجال قدر الإمكان. وشفنا هذا نموذج كان من الدكتورة ندى، وقالت أن المسألة صعبة تراها، لكن يجب أن تحاول قدر الإمكان أن هي تعطي هذا الموضوع حقه. عموما من الأم خلونا نروح للجزر، شو رأيكم؟ الموضوع ما يخصه بس يمكن لأن الجزر يقلل من احتمالات الإصابة بسرطان الثدي، فقلت بعطيكم هذه المعلومة المهمة جدا، حيث أظهرت دراسة جديدة نشرتها مجلة متخصصة في الولايات المتحدة أن تناول النساء للجزر بشكل دوري ومتواصل يقلل مخاطر الإصابة بمرض سرطان الثدي بنسبة تصل إلى كم؟ إلى 60%. وجدت الدراسة الجديدة التي نشرتها دورية طبية متخصصة Clinical Nutrition أن الجزر يحتوي على فيتامينات تدعى كاروتينز، إنزين أعتقد من الكاروت، وعندما تزداد نسبتها في الدم فإنها تؤدي إلى تقليل احتمالات الإصابة بمرض سرطان الثدي. ويقول الباحثون أن الفيتامينات المقاومة لسرطان الثدي موجودة أيضا في السبانخ والفلفل الأحمر، لكنها متوفرة بصورة أكبر في الجزر. وقال الدكتور ريتشارد بيركس رئيس فريق البحث الذي أجرى الدراسة أن النظام الغذائي الصحي المتضمن الجزر يمكن أن يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، وذلك بسبب كونه يساعد على الحفاظ على الوزن الصحي المثالي. وأضاف بينما من المهم جدا أكل الخضروات كجزء من النظام الغذائي المتوازن، إلا أننا لا نستطيع أيضا القول بأن هنالك غذاء كامل ومثالي عند الحديث عن مرض السرطان، وذلك في إشارة إلى أن الجزر يخفض فقط من احتمالات الإصابة بالمرض ولا يؤدي إلى انعدامها بالكامل. وخلص الدكتور بيركس إلى أن كل شخص بمقدوره تخفيض مخاطر الإصابة بمرض السرطان وغيره من الأمراض إذا التزم بنظام حياة صحي
يضمن الحفاظ على وزنه الصحي والمثالي وإضافة إلى نظام غذائي متوازن ومتنوع مع ممارسة الجسم للنشاط بشكل جيد والابتعاد عن تناول الكحول. هذا مثل ما قالوا. الحمد لله نحن يعني في مجتمع أعتقد الممارسات الغربية هذه مو موجودة عندنا. نحن ما نطلع فاصل مستمعينا، وبعد الفاصل ما نرجع لكم إن شاء الله بموضوع آخر، موضوع شيق، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة. أسعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم صحة وسعادة، والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، وعبر هذه الإذاعة المتميزة دائما إذاعة نور دبي. عموما مستمعينا، اليوم يوم الاثنين، ودائما من يوم الاثنين يكون هنالك يعني في عيادة ذكية تقام ضمن المبادرات التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي على وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا العيادة اليوم تناقش موضوع مهم جدا اللي هو متلازمة داون. يعني في 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 من بين الأشياء اللي تنقال يعني الرجاء، عدم تجاهلنا أو إشاحة النظر عنا عندما نقترب منك، لأن مثل هذه التصرفات لن تبعد عنا الإعاقة. لم نختر أن نكون معاقين، ولكن حتما يمكنك اختيار الطريقة التي تتقبلنا بها. هذه كلمة كانت للسيدة آنا فورت، سفيرة النوايا الحسنة لمنطقة البحيرات، مدافعة عن احتياجات وحقوق ذوي الإعاقات العقلية. اليوم منركز شوية على موضوع متلازمة داون. كان يعني كان المفروض تكون معانا الأستاذة سونيا الهاشمي، رئيس جمعية الإمارات لمتلازمة داون، ولكنها لكن ما قدرنا نوصلها يعني قبل الحلقة. أيضا ما نتوجه إلى العيادة الذكية، معانا الدكتورة فرح حسني، أخصائي طب أطفال. مرحبا دكتورة. أهلا أهلا. يا هلا، سامحينا نحن طلعنات خارج العيادة، بس ما ناخذ من وقتك يعني 10 دقائق. لا عادي، تسلم. الله يسلمك. خلينا شوية في البداية نتكلم عن متلازمة داون بشكل عام. ما هي أسباب متلازمة داون؟ أوكي، متلازمة داون هو عبارة عن نتيجة خلل في الجينات، خلل في الكروموزومات، وخاصة كروموزوم رقم 21. عادة في الطبيعة الإنسان عنده في الخلايا نسختين من كروموزوم 21، ولكن في الأطفال المصابين بمتلازمة داون يكون عندهم 3 نسخ من هذا من كروموزوم 21، تؤدي لحدوث متلازمة داون. نعم، فهو شيء جيني. طيب الآن الأعراض، أعراض متلازمة داون شو ممكن نختصرها؟ أوكي، خلينا نختصر أن نقول أنه الأشخاص المصابين متلازمة داون عندهم ظواهر شكلية متماثلة. معظم الأطفال أو الأشخاص اللي بيكون عندهم متلازمة داون، أنت مجرد النظر لإلهم بتحس أنه هذا الطفل مع أقرانه من المتلازمة داون متماثلين. أوكي؟ هذا الظواهر الشكلية بتكون عيون مميزة، صغر في حجم الأنف، بروز في اللسان، ارتخاء في هذا خاصة عند الولادة، ارتخاء في الجسم، مرونة في المفاصل، قصر في الرقبة، فهي ظواهر شكلية بتكون متماثلة. بالإضافة أنه بعدين بيكون الطفل عنده تأخر في الإدراك والتطور، وهناك بعض العيوب الخلقية المتلازمة والملازمة والأكثر شيوعاً حدوثها بالأطفال المصابين متلازمة داون، لكن لا يعني أن كل الأطفال والأشخاص المصابين متلازمة داون لازم أنه يكون عندهم هاي العيوب الخلقية. مثلاً دكتورة، مثل إيش هذه؟ مثلاً 50% من الأطفال أو الأشخاص المصابين متلازمة داون عندهم عيوب خلقية في القلب. علشان هيك مفروض أنه يكون اكتشاف مبكر وعمل الإيكوكارديوغرام اللي هو التصوير القلب بعد الولادة عند تشخيص طفل بمتلازمة داون. من بعض أيضا العيوب الخلقية قد يكون عندهم فقدان في السمع. عشان هيك المفروض أنه ينعمل فحص السمع بشكل دوري.
أيضا فحص للنظر بينعمل بعد الولادة وبعدين بشكل دوري. ممكن تكون عندهم عيوب خلقية بالجهاز الهضمي تؤدي إلى انسدادات في الجهاز الهضمي أو أنه إمساك. غير هيك ممكن يكون عندهم أمراض في الدم، خاصة 1% من الحالات المصابين بمتلازمة داون ممكن يكون عندهم لوكيميا، وعشان هيك المفروض أنه يتم العمل فحص لكريات الدم البيضاء الحمراء والصفائح، هذا بعد الولادة يعني مباشرة. غير هيك في احتمالية إصابتهم بنقص في هرمون الغدة الدرقية، فعشان هيك مفروض أنه ينعمل فحص هرمون الغدة الدرقية بعد الولادة مباشرة، وبعدين بعد 6 شهور، وبعدين يعني كل سنة مرة، إلا إذا كان الطفل مصاب فبعدين بيكون متابع مع طبيب أمراض الغدد. غير هيك يعني هناك بعض الأشياء المرافقة لمتلازمة داون، أنه ممكن يكون عندهم يعني مشاكل بالالتهابات بالأذن، يعني التهابات متكررة في بعض الأحيان وليس بشكل مستمر. أيضا ممكن يكون في يعني نسبة بسيطة منهم أنه ممكن يكون اختلاف بيسموها إحنا behavioral abnormalities في السلوك، ممكن جزء منهم يصير عنده depression اكتئاب، جزء منهم ممكن يدخل في مرض التوحد 5-10% من الحالات. جميل. طيب دكتورة، يعني هذه تشخيص متلازمة داون وطرق علاجها، لكن أيضا هنالك يعني بعض الفحوصات يمكن إجراءها أثناء الحمل لمعرفة احتمال إصابة الطفل بمتلازمة داون، لكن هل يوجد علاج محدد لمتلازمة داون ولا لأن معظم الأشياء اللي أنت تحدثتي عنها هي أمراض مرتبطة بمتلازمة داون، وذكرت أنه يمكن علاجها؟ أيوة صح، هو هناك زي ما حضرتك تفضلت وذكرت، هناك بعض الفحوصات اللي ممكن تتسوى خلال فترة الحمل علشان تبين هل هذا الطفل قد يكون مصاب بمتلازمة داون أو قد لا يكون مصاب بمتلازمة داون، ولكن ليس هناك علاج معين أنه ممكن إعطاؤه للمرأة الحامل علشان أنه إحنا نقول لو حتى اكتشفنا أنه الطفل قد يكون مصاب بمتلازمة داون أنه يمنع أنه يولد الطفل بمتلازمة داون، ما لا يوجد شيء مثل هذا. كمان بعد ما يولد الطفل وعنده متلازمة داون ما في علاج معين ينعطى للطفل علشان يحوله للطفل بدو يعني غير مصاب بمتلازمة داون، لأنه الخلل اللي صار بالكروموزومات قد حصل، ولكن إحنا منعالج الأمراض المصاحبة للمتلازمة داون. وعادة يعني اكتشاف هذه الأمراض بشكل مبكر أثناء هذه الفترة، يعني أكيد الطفل يستفيد من التدخل المبكر في مثل هذه الأمراض اللي قد تصاحب متلازمة داون. طبعا هذا شيء أكيد، لأنك أنت اكتشافك لأنه الطفل عنده مشاكل خلقية في القلب اكتشاف مبكر بتأدي يعني لفرصة حلها بيكون بشكل أفضل، ويعني الإفكت على الطفل بيكون أفضل، يعني التدخل المبكر والاكتشاف المبكر أكيد يعني بيؤدي لفرصة علاج بشكل أفضل. اليوم هو يوم متلازمة داون دكتورة؟ أيوة. طيب نحن في هذا اليوم دائما ما نشهد العديد من الفعاليات اللي تساهم في دمج وتمكين ذوي متلازمة داون من خلال إبراز أقصى إمكانياتهم ومهاراتهم ليصبحوا أعضاء فاعلين ومنتجين في هذا المجتمع. هني سؤالي يعني يتجسد، ماذا يمكن بما أن اليوم حتى هو يوم الأم، ماذا يمكن للأم أن تفعله إذا كان عندها طفل يعاني من متلازمة داون؟ طيب هلأ الأم إذا كان عندها طفل يعاني من متلازمة داون، هدفنا الأساسي أنه ننوه أنه إحنا بدنا نجعل الطفل المصاب بمتلازمة داون هو عنصر فاعل في الحياة عن طريق دمجه بهذا المجتمع. يعني إحنا مش نقول إنه إحنا عنا طفل مصاب بمتلازمة داون إحنا لازم نعزل هذا الطفل ونخليه لوحده إنه هذا إشي يعني ممكن يعيد لا سمح الله، لا، إحنا لازم نثبت إنه هذا الطفل ممكن إنه يكون له دور بارز بهذا المجتمع بحدود إمكانياته، وهذا عن طريق تأهيله المبكر بمراكز التعليم بمراكز التأهيل، عن طريق تدريبه بأقصى قدرة ممكنة، لأنه كل ما كان التدريب والتأهيل مبكر
كل مكان انه الاوتكم من او القدره الانتاجيه للطفل المصاب بمتلازمة داون اكبر وافضل. فعشان هيك انا يعني رسالتي لكل الاباء والاهالي اللي عندهم اطفال مصابين بمتلازمة داون انه نحاول ندمج هذا الطفل بهذا المجتمع، انه احنا ما نخجل من هذا الطفل. هو يعني ربنا رزقنا بطفل مصاب بمتلازمة داون، بس هذا مش معناه انه هذه نهاية العالم. احنا لازم نحاول قصارى جهدنا انه ندمج هذا الطفل بهذا المجتمع، نأهله ونعلمه علشان يقوم بالأشياء اللي يعني نحاول. احنا ما رح نقول انه هذا الطفل حيعمل يمكن 100% زي الأطفال اللي من سنه، لكن هو ممكن يقوم بقدرة إنتاجية معينة. جميل جدا دكتورة. يعني تشخيص المرض يجب أن يكون يعني يغلب عليه شعور عدم الرفض أو النكران أو شعور بالذنب أحيانا على عدم الرغبة عند الطفل في التعامل مع هذا المجتمع، لأن بشكل عام الطفل ممكن يكون عنده رفض لهذا المجتمع والتعامل مع هذا المجتمع. هني يبرز دور الأولياء الأمور في أن يخلون هذا الطفل ما بين الرعاية ما بين المحبة، هذه يخلونه طفل جميل قادر على العطاء في هذا المجتمع. أنا هني دكتورة أبغي بس بتشارك معك بعض المشاعر اللي دائما ما أشوفها أو أحس فيها في أي فعالية يتواجد فيها هؤلاء الأطفال الجميلين حقيقة. لأن بأمانة مشاعر هذا الحب الصادق اللي ما في مصلحة ما في أي شيء، بس مجرد أنه يحبونك لأن حبوك بس، لا هم نقيين يعني سبحان الله تطلع عليهم بتحس أنه هذا الطفل نقي بريء. صحيح، يعني قمة النقاء العاطفي اللي موجود عند هؤلاء الأشخاص يعني شغلة لا توصف. وخليني أذكرك أنه في كتير مهم إحنا ممكن مرات منسويه لدعم الأسر اللي عندهم أطفال مصابين بتلازمة داون، أنه إحنا ممكن نجمع الأهالي مثلا هاي الأسرة عندها طفل مصاب بمتلازمة داون، الطفل هذا مثلا أصبح عنده بعد ما أنه دخل في جمعيات معينة في مراكز معينة قدرات إنتاجية معينة، ممكن أنه نعطيهم نموذج يعني يعطوا خبرتهم للأشخاص التانيين اللي أصبح عندهم طفل مصاب بمتلازمة داون. فهذا الشعور أنك أنت تحس أنك أنت مش لوحدك، أنه في حدا عندك سبورت في داعم لإلك، كمان يعني بيعطيك قدرة وتفاؤل لأنه أوكي أنا صحيح عندي طفل مصاب بمتلازمة داون، لكن أنا ممكن أصنع منه بإذن الله عنصر فاعل وأنه يكون عنده مهارات معينة. فهذا يعني شيء كتير كمان مهم. وما شاء الله يعني ما بدنا ننسى جهود دولة الإمارات يعني في أنه عندهم مراكز ومدارس لتأهيل وتطوير ذوي الاحتياجات الخاصة في جمعية الإمارات المتلازمة داون، مركز دبي للمعاقين، وكثير من مراكز التأهيل والتدريب في ذوي الاحتياجات الخاصة موجودة في كثير من إمارات الدولة. هذا جزء كتير كتير مهم لازم انه احنا برضو نشدد عليه. جميل دكتورة، يعني كلمة أخيرة تبغين توجهينها بهذه المناسبة؟ عندك مناسبتين ترى اليوم، عندك مناسبة يوم الأم وعندك مناسبة متلازمة داون، فأبغي كلمة هني وكلمة هني. أوكي خلينا ندمجهم التنتين مع بعض. أنه نقول كل عام هم بخير لجميع أمهاتنا، وأنا بدي أوجه يعني تحية لوالدتي كمان ولكل أمهات الموجودين في الوطن، والله يجعلهم دائما يعني رؤوسنا ويخلينا إياهم. ومنوجه كمان يعني رسالة دبل لأمهات الأطفال المصابين بمتلازمة داون، وربنا يجعلهم قدوة للأمهات الآخرين يعني اللي بيعتنيوا اعتناء مهم بأطفالهم، لأنه برضو الاعتناء بطفل مصاب بمتلازمة داون هم بيطلب منك جهود أكبر وأكبر. فأنا جدا بشكر الأمهات الأطفال المصابين بمتلازمة داون على جهودهم على ثقتهم على صبرهم، وبتمنى يعني أنه ربنا يعطيهم كل الصحة والعافية. وطبعا يعني الأطفال المصابين بمتلازمة داون هم زي ما احنا ذكرنا أنه هم عبارة عن أطفال فيهم نقاء وصفاء، فربنا يجعل السلام دائما موجود وكل عام وامهات العالم كلهم بخير. دكتوره فرح حسني اخصائي طب الاطفال بهيئه الصحه بدبي، شاكرين لك هذه المداخله وشاكرين لك تواجدك بعد كذلك في العياده الصحيه الذكيه اللي تناقشون فيها هذه هذا الموضوع المهم. شكرا جزيلا لك دكتورة. شكرا كثير لك. شكرا. طيب يا جماعه الخير اللي يبغي يتابع اكثر
تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع من خلال العيادة الذكية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لهيئة الصحة في دبي على تويتر والإنستغرام والبريسكو بالصوت والصورة، كلهم على هذا الحساب DHA_Dubai. ممكن تتعرفون على متلازمة داون بشكل كبير. أنا هني قبل لا أختم يعني بحاول قدر الإمكان أني أذكر بعض المواضيع اللي قالتها يعني أنا فورست. تقول ساعدنا عندما نحتاج إلى المساعدة، لكن بما يكفي ليمكننا استكمال ما كنا نفعله وحدنا. طيب هني في بعض الاقتراحات لمساعدة الطفل اللي يعاني من متلازمة داون، وهذه الاقتراحات بنوجهها للأم. أول شيء حاولي أن تقوي الرابطة بينك وبين طفلك، وذلك بتقربك منه، لأن من خلال هذا التقرب يمكن أن تدركي ما يحتاجه دون أن يطلب. اثنين، تعرفي على متلازمة داون من خلال مختلف القنوات الإعلامية المتاحة، سواء في المكتبات، الإنترنت، أو حتى أيضا من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. اعتني بنفسك، خذي وقتا للراحة ولا تجهدي نفسك، أنت بحاجة إلى كل قوة لازمة لتربية طفلك تربية طبيعية بقدر الإمكان. رابع شيء، حاولي معرفة ما إذا كان هنالك برنامج التدخل المبكر بالقرب منكم بحيث يمكن أخذ طفلك إليه. خمسة، اقرأي كثيرا لطفلك ببطء وبعبارات واضحة لمساعدته في تطوير مهاراته اللغوية. ستة، حاولي أن تأخذي طفلك كل 6 أشهر للكشف عن سمعه، ويوصى بمواصلة فحص السمع إلى أن يبلغ الطفل 10 سنوات. واضح؟ 7، حاولي أن ترضعي طفلك رضاعة طبيعية إن أمكن، فحليب الأم قد يحميه من الأمراض. 8، ابتكري وسائل للعب وتعليم طفلك مهارات مختلفة. 9، استمتع بالوقت الذي تقضيه مع طفلك. الطفل المصاب بمتلازمة داون حنون، والفرحة يعني هذه سماته في الحياة، دائما ما يحب أنه يكون مستانس. والله للأمانة حتى هم يزرعون الفرحة في قلوبنا، حتى الناس اللي حواليهم، يعني للأمانة هذه الفئة بالتحديد، يعني ما أقدر أوصف لكم الشعور اللي الواحد يحسه وهو من بينهم. عموما آخر نصيحة بقدمها لك، قفي موقفا إيجابيا واعلمي أنك قد رزقت بطفل لديه مواهبه الخاصة والفريدة من نوعها. ويعني الله يحفظهم يا رب، ويحفظ جميع أمهاتنا. كانت هذه الحلقة بمناسبة، عندنا مناسبتين اليوم، كانوا المناسبة الأولى يوم الأم العالمي، وأيضا يوم متلازمة داون. حاولنا أن نغطي يعني اليومين بشكل أو بآخر. معظم الرسائل اللي جتنا يعني هي رسائل خاصة ببرنامج البث المباشر اللي قدمه بعمر، فما كانت عندنا رسائل يعني ممكن نقراها اليوم، لكن نحن على الموعد إن شاء الله في الغد عندنا ملف طبي بنفتحها لكم مستمعينا. في هذا الملف يعني منحاول نطرح قضية طبية مهمة جدا، ما نقولكم عليها، تريونا لي باكر. فحتى ذلك الموعد اليوم، يعني تصور أنت راضي عني اليوم عيسى، ها راضي على الوقت، يا ممتاز. عموما في الختام ما أملك إلا أني أتوجه بالشكر الجزيل لمخرجنا اليوم عيسى سبيل، وفي التنسيق كانت معانا الأخت سارة يوسف، وأيضا في الإعداد فريق قسم الإعلام بإدارة التسويق والاتصال المؤسسي. وكل الشكر والتحية لكم مستمعينا على حسن الاستماع، وتقبلوا تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم في الغد إن شاء الله في نفس الموعد. نقول لكم دمتم بصحة وسعادة.
صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.